تم زيارة مستشفى الألماني الأسبوع الماضي. الحمد لله وشكر، يعني هناك مراحل متقدمة من الأعمال المدنية، نسبة الإنجاز فيها 95%، تبقى فقط الأعمال الكهربائية والميكانيكية. لاحظت هناك جهود استثنائية مبذولة من قبل المهندسين، من قبل الموظفي والعمال. هذه الجهود دعمت من قبل وزارة الصحة ومن قبل السيد المحافظ لغرض إكمال هذا المشروع، ليكون إن شاء الله مستشفى متكامل متطور في محافظة المثنى. نعم، هناك استمرارية في العمل، هناك جهود مبذولة من كافة الأطراف إن شاء الله. Thank you.